السلام عليكم. درسنا اليوم يتعلق بالمعادلة المختصرة للمستقيم في المستوى تتمة. إذا سبق لنا أن رأينا في الحصة السابقة كيف نحدد المعادلة المختصرة للمستقيم انطلاقا من نقطتين محددتين. بالنسبة للفقرة الثانية أو للعنوان الثاني من الفقرة الثانية سوف نحدد معادلة المستقيم انطلاقا من الميل، يعني الميل يكون معروف، ونقطة تنتمي إلى المستقيم يعني نقطة حتى هي معروفة. إذن انطلاقا من ميل أو من الميل ونقطة محددة. إذا نبدأ بمثال. نعتبر دائما في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنضم أو إي جي، نعتبر المستقيم دي مثلا الذي معادلته المختصرة y إيجال ام اكس بلس بي، بحيث m يساوي مثلا 3 و d يمر من النقطة A جوج ناقص 1. إذن بالنسبة للمعادلة المختصرة للمستقيم d فتكتب على الشكل التالي: y إيجال 3 x زائد b. كما سبق أن أشرت إلى ذلك فإن M محدد، يبقى تحديد P. إذن بما أن A تنتمي إلى D فإن إحداثياتها تحقق المعادلة المختصرة للمستقيم، يعني Y هو موازنة ناقص 1 يساوي 3 في 2، يعني الأفصول X هو 2 زائد B. إذا نحن أمام معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، المجهول هو B، يعني B يساوي ناقص 1 ناقص 6 يساوي ناقص 7، ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم D هي Y تساوي 3X ناقص 7. إذن يمكن التأكد من صحة هذه المعادلة. إذن كما لدينا في المعطيات M تساوي 3، إذن 3X بالنسبة لA ينتمي إلى D، إذن يجب أن تحقق إحداثيات A هذه المعادلة. إذن ناقص 1 يجب أن تساوي 3 في 2 ناقص 7، إذن 3 في 2 6 ناقص 7 ناقص 1 تساوي ناقص 1 أرتب A، وبالتالي المعادلة صحيحة. نمر إلى خاصية أو قاعدة. إذن خاصية أو قاعدة، إذن المستقيم D Y يساوي MX زائد P، M معلوم و A XA YA تنتمي إلى D، إذن P يساوي YA ناقص M XA. نمر إلى الفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الدرس، وهي تحت عنوان المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة. الهدف من هذه الفقرة هي كيف يمكن أن نتعرف على أن مستقيمين معلومين متوازيين أو مستقيمين معلومين متعامدان. نبدأ بحالة التوازي، يعني المستقيمات المتوازية.
نبدأ بمثال نعتبر المستقيم دي الذي معادلته المختصرة y يساوي 2x زائد 1 والمستقيم دلتا الذي معادلته المختصرة y يساوي 2x ناقص 3 مثلا. إذن نقوم برسم هذان المستقيمان. إذن كما سبق أن رأينا في الحصة السابقة نحدد نقطتين من كل مستقيم نستعين بهذا الجدول. إذا بالنسبة لي يمكن أن نأخذ عدد صفر بالنسبة لي x. إذا y يساوي واحد جوج صفر زائد واحد يساوي واحد. إذا النقطة ذات الإحداثيات صفر واحد تنتمي إلى d. نأخذ x يساوي ناقص واحد، اثنان في ناقص واحد يساوي ناقص اثنان زائد واحد يساوي ناقص واحد، بالتالي y يساوي ناقص واحد. إذن حصلنا على النقطة الثانية. بالنسبة للدلتا نفس الشيء، مثلا x يساوي واحد وبالتالي y يساوي ناقص واحد. وإذا أخذنا x يساوي اثنان مثلا، اثنان في اثنان ناقص ثلاثة تساوي واحد. إذن حصلنا على نقطتين من كل مستقيم. يمكننا أن نرسم هذان المستقيمين إذن نقوم برسم هذان المستقيمين في معلم متعامد ممنظم OEG. يمكنكم الاستعانة بالأدوات الهندسية OEG. إذن المستقيم دي يمر من نقطتين ذات الإحداثيتين صفر واحد وناقص واحد واحد. بالنسبة للنقطة الأولى صفر واحد يعني جي، بالنسبة للنقطة الثانية ناقص واحد ناقص واحد. نرسم المستقيم دلتا دي بالنسبة للمستقيم دلتا يمر من النقطة ذات الإحداثيتين إن واحد وناقص واحد وذات الإحداثية اثنان واحد اثنان واحد. واحد ناقص واحد واثنان ناقص واحد. نرسم المستقيم بالنسبة دلتا دي صفر واحد وناقص واحد ناقص واحد. بالنسبة لدلتا واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد واثنان واحد. إذن دلتا، إذن كما تلاحظون المستقيمان دلتا ودي متوازيين. إذن لننظر إلى معادلتيهما المختصرتين، بالنسبة للدي y يساوي 2x زائد 1 وبالنسبة للدلتا y يساوي 2x ناقص 3. إذن ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن دلتا والدي لهما نفس الميل أو لا أو نفس المعامل الموجه، وبالتالي دلتا موازي للدي لأن ميل دي يساوي ميل دلتا، وهذا شرط ضروري لكي يكون مستقيمين متوازيين. إذن خاصية دائما في معلم أو لا في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إج، إذا كانت y على mx plus p معادلة المختصرة لد و y على m'x plus p' المعادلة المختصرة لدلتا m'p و p' أعداد حقيقية. فشرط توازي المستقيمين د ودلتا هو m يساوي
امبريم. نمر الى بعض التمارين التطبيقيه. التمرين الاول نعتبر المستقيم دي ذو المعادلة Y إيكالا ناقص 2X زائد 1 والنقطتين A و B ذات الإحداثيات 1 1 وناقص 2 أو لا 2 ناقص 1. لنبين أن D يوازي AB. إذن لنبين أن D و AB متوازيان يكفي أن نحدد الميل أو المعامل الموجه للمستقيم AB. إذن ليكن M ميل AB كما رأينا في الحصة السابقة كيفية تحديد ميل مستقيم معين انطلاقا من نقطتين. إذا ليكن M لدينا M يساوي YA ناقص YB على XA ناقص XB أو YB ناقص YA على XB ناقص XA. إذا YA يساوي 1 ناقص ناقص 1 يعني زائد 1 على XA1 ناقص 2 يساوي 2 على ناقص 1 يساوي ناقص 2. إذن كما تلاحظون ميل AB يساوي ناقص 2 وميل D يساوي ناقص 2. إذن لهما نفس الميل D ودلتا لهما نفس الميل وهو ناقص 2. إذن فهما متوازيان AB. إذن فهما متوازيان. نمر إلى التمرين الثاني. تمرين جوج إذن ليكن D مستقيم معادلته Y إيكالا 3X ناقص 1 لنحدد المستقيم دلتا الموازي ل D والذي يمر من النقطة E 2 ناقص 1. إذن لتحديد المستقيم دلتا يجب أن نحدد M و P. بما أن دلتا يوازي D إذن M يساوي 3 يعني ميل دلتا هو M وميل D هو 3 ومنه دلتا معادلتها المختصرة هي Y تساوي 3X زائد P. إذن يجب البحث عن P. وبما أن E 2 ناقص 1 تنتمي إلى دلتا فإن Y يعني ناقص 1 يساوي 3 في 2 لأن X هو 2 زائد P يعني P تساوي ناقص 7
ومنه معادلة أو المعادلة المختصرة للدلتا هي y يساوي 3x ناقص 7. للتأكد من صحة هذه المعادلة، إذا بالنسبة لميل دلتا هو 3 هو ميل D لأنه متوازيا، وإذا عوضنا بإحداثيتي E في هذه المعادلة 3 في 2 يساوي 6 ناقص 7 يساوي ناقص 1 هو أرتوب E، وبالتالي المعادلة صحيحة. نمر إلى ثانيا المستقيمات المتعامدة. نبدأ بمثال نعتبر المستقيم D الذي معادلته المختصرة y يساوي 3x ناقص 1 ودلتا المستقيم الذي معادلته المختصرة y يساوي ناقص 1 على 3x زائد 2. نرسم هذان المستقيمان كما فعلنا في السابق. إذن نبحث عن نقطتين من كل مستقيم، نستعين بهذا الجدول. إذن بالنسبة x يساوي 0 y يساوي ناقص 1، بالنسبة ل x يساوي 1 y يساوي 2. إذن حصلنا على نقطتين. نفس الشيء بالنسبة دلتا، x يساوي 0 y يساوي 2 x يساوي 3 ناقص 1 على 3 في 3 ناقص 1 زائد 2 1. إذن حصلنا على نقطتين من دلتا. نرسم هذان المستقيمين في معلم متعامد ممنظم OEG. يمكنكم الاستعانة بأدوات الهندسية OEG. إذن نرسم النقطتين 0 ناقص 1، يعني هذا هو موقع النقطة الأولى بالنسبة لدي. النقطة الثانية 1 2. إذا نرسم هذا المستقيم الأول مستقيم D، بالنسبة للمستقيم الثاني إذا يمر من نقطتين ذات الإحداثية 0 جوج و 3 1، 0 جوج و 3 1. إذا كما تلاحظون المستقيمين دلتا و د متعامدان. إذا لنرى معادلتيهما المختصرتين. بالنسبة لميل د هو 3 وميل دلتا هو ناقص 1 على 3. إذا ماذا تلاحظون؟ إذا قمنا بضرب الميل الأول 3 في الميل الثاني ناقص 1 3 نحصل على العدد ناقص 1، وهذا هو الشرط لازم والكافي ليكون مستقيمين متعامدين. إذن لدينا دلتا ودي متعامدين. هذا ميل دي وناقص 1 على 3 ميل دلتا. إذن خاصية ليكون دي
مستقيم معادلته المختصرة إغريك إيكالا إم إكس بلس بي ودلتا مستقيم معادلته المختصرة إغريك إيكالا إم إكس بلس بي بريم إم بي إم بريم بي بريم أعداد حقيقية. دلتا يكون عمودي على دي إذا وفقط إذا كان جداء ميليهما يساوي ناقص واحد. ونمر إلى بعض التمارين التطبيقية. التمرين الأول نأخذ دي معادلته المختصرة إغريك إيكالا 2 إكس ناقص 3 و A 4 ناقص 1 و B 2 0. بين أن السؤال هو بين أن D عمودي على AB. إذن نحتاج ميل D وميل AB. ميل D معلوم هو 2، يجب أن نبحث عن ميل AB ليكون M ميل المستقيم AB. لدينا M يساوي YA ناقص YB على XA ناقص XB. يساوي YA هو ناقص واحد ناقص صفر على XA 4 ناقص 2 يساوي ناقص 1 على 2 يساوي ناقص 1 على 2. إذن لدينا M مضروبة في ميل D 2 يساوي ناقص 1 على 2 في 2 يساوي ناقص 1، وبالتالي المستقيمين متعامدين AB. إذن M هو ميل AB و 2 هو ميل D. نشكركم على حسن تتبعكم وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.